سادسا يقول عند الترمذي والنسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار، وفي رواية أخرى حرمه الله على النار. فهل إذا وقع المسلم في ذنوب ومعاصي وأتى بهذه الطاعة فإنه يكون محرما على النار؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. الحمد لله، الطاعة كفارة، وما جاء من الطاعات من أنه يوجب دخول الجنة كما جاء في هذا الحديث أو يكفر الذنوب، وجاء في الحج وفي رمضان. ففي الحج من حج فلم ينفس ولم يرسخ رجع كيوم ولدتهم، وفي رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما كتبت من ذنب، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فمثل هذه الأحاديث وبيان قال النبي أن هذه الطاعات تجب كل الذنوب تغفر كل الذنوب، هذه لا شك، لكن ينبغي أن يعلم أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. يعني إذا كان له كبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، يعني يكون تائب منها، فلا تنفع هذه الطاعات إلا مع التائب، أما المصر فلا تغفرها. فلو كان الإنسان يعمل هذه الطاعات ولكنه مصر على زنا أو شرب خمر أو غير ذلك فإنها لا تكفره. فهذا الحديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، نعم، مع أنه ليس له كبيرة مصر عليها ومرتكب عليها، فهذه طاعة، فهذه الطاعة تنفع لأن الله تبارك وتعالى يحرمه على النار بها. فيجب أن يفهم هذا، يفهم أن الكبائر لا يكفرها فعل الطاعات إلا بالتوبة، لابد يكون تائب منها، أما إذا كان مصرا عليها فلا تنفع. واحد مصر على زنا وراح حج ورجع إلى زنا، أن يرجع كيوم ولدته أمه أو كان يشرب خمر فلا ما يرجع، وإنما لو كان تائب من الذنوب فإنما يرجع كيوم ولدته. نعم.